السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذه الأيام المباركة. حديثنا اليوم أننا نريد أن نتدارس وإياكم ماذا تعلمنا من رمضان. لقد انتهى رمضان وبدأنا ولله الحمد والمنة عهدا جديدا في هذا الشهر الفضيل، شهر شوال. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيام رمضان وقيام لياليه، وأن يوفقنا لأن نبدأ حياة جديدة، حياة نقية وحياة طيبة في هذا الشهر الفضيل. نريد وإياكم في عجالة أن نستنبط ونستفيد ماذا استفدنا من رمضان، ماذا تعلمنا من هذا الشهر، شهر الصيام والقيام. لعل أول شيء تعلمناه هو سرعة الاستجابة لنداء الله تعالى، سرعة الاستجابة لنداء الله تعالى. فالمسلمون لما سمعوا بأن قد تبين هلال رمضان، الكل استعد مباشرة لكي ينخرط مع أهل الإيمان واليقين في الصيام والقيام، والكل لبس لباس التقوى، والكل استعد، الأفراد والجماعات والشعوب والحكومات والدول، كل المنظومة وكل الكيان الإنساني المسلم استجاب لنداء الله تعالى. وهذه علامة من علامات الإيمان واليقين التي قال فيها ربنا عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالذين يسرعون الاستجابة لنداء الله تعالى علامة على 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 قوة الإيمان واليقين. هذا الذي وقع، لاحظناه بأن الشعب والدولة والحكومات والمؤسسات والأفراد والأسر والعائلات، الكل استجاب لأمر الله عز وجل. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن هذه الخاصية نحافظ عليها، دائما نستجيب لأمر الله. كلما سمعنا نداء يا أيها الذين آمنوا نستجيب مباشرة للأمر الإلهي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر الثاني الذي تعلمناه من رمضان وهو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. رأينا الناس كلهم أو على الأقل جلهم يعظمون شعائر الله، الكل يحترم هذا الشهر الفضيل ويحترم الشعائر الدينية ويحترم التقاليد والعادات المجتمعية ويحترم الجو العام لهذا الشهر الفضيل. وهذا أيضا من تقوى الله التي قال فيها ربنا سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل من يعظم شعيرة من شعائر الله هذا دليل على أن قلبه مليء بالتقوى، وهذا ما لاحظناه في مجتمعنا ولله الحمد. كذلك تعلمنا في رمضان أيها الأحباب الكرام أننا نستشعر المراقبة الإلهية، أن كل واحد منا ويعلم بأن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ولكن أحيانا إبليس قد يؤثر علينا ولا نكاد نستشعر بقوة المراقبة الإلهية، لكننا في هذا الشهر الفضيل شعرنا
بالمراقبة التامة لله تعالى في السر والعلن. كل واحد منا استشعر بأن الله يرانا ويراقبنا، كما قال عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أيقنا بأن الله يعلم أحوالنا وأعمالنا، وأن تعلمنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نراقب قلوبنا في هذا الشهر الفضيل. وهذا كله من تقوى القلوب، لأن الله يعلم ما في الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فهذه الخاصية ديال استشعار مراقبة الله عليها أن تبقى في أنفسنا، يعني حتى بعد ذهاب رمضان وفي أيام الشهور السنة الأخرى علينا أن نحرص أن نستشعر هذه الصفة، هذه الخاصية، الشعور بمراقبة الله تعالى. ثم تعلمنا أيها الأحباب الكرام أننا نحرص على تحصيل تقوى الله، تحصيل تقوى الله لأنه هو المقصد الأسمى من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. أننا نستشعر تقوى الله سبحانه وتعالى اللي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هالتقوى ينبغي أن تبقى في قلوبنا، لا ينبغي أن نتناساها أو نتغافل عنها بعد أفول رمضان. علينا أن نحافظ على هذه المبادئ، أن نحافظ على هذه القيم، أن نحافظ على هذه المقاصد. ثم تعلمنا أيضا من رمضان هذا الشهر الفضيل أننا نحافظ على الصلوات في أوقاتها. فرأينا المساجد ممتلئة بالمؤمنين والمؤمنات، رأينا الناس يتزاحمون على بيوت الله تعالى، ورأيناهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا، وانطبق على هؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. رأينا الناس رغم الحركة التجارية في رمضان، رغم البيع والشراء، ولكن الناس يحافظون على الصلاة. فإذا جاء وقت الظهر في المراكز التجارية الناس يغلقون محلاتهم، أو على الأقل يصلون قرب محلاتهم، تقام قاعات صلاة والمساجد ممتلئة والكل يصلي مع العصر ومع الظهر. وإذا جاء الليل رأينا الناس يتزاحمون كذلك على الصلاة، يطلبون من الله تعالى المغفرة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تعلمنا الحمد لله أننا نحافظ على صلواتنا رغم الحركة التجارية، رغم أشغال العمل والإدارات وغيرها، وعلينا أن نحافظ على هذه أيضا الخاصية، أن نستمر على هذا الحال، لأن فيه نعمة كبيرة، وربنا عز وجل وعد بأن ذلك يمحو به السيئات: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وتعلمنا أيها الأحباب الكرام خصوصا أن ليالي رمضان كانت كلها خيرات وبركات، الناس يصلون التراويح بعد العشاء وقبل الفجر، والليل في الأمن والأمان والسلم والسلام. فعلينا أن نحافظ على هذه الخاصية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالناس رغم الظلام ورغم الليل يذهبون إلى المساجد، ربنا بشرهم بأن يعطيهم نور. كل من يسير إلى بيوت الله لأداء الصلوات وهو يسير في الليل، ربنا يعطيه نورا عظيما يوم القيامة.
وخصوصا العشاء والفجر، علينا أن نحافظ على هذه النعمة ونطلب من الله تعالى أن يعيننا على الاستمرار والمداومة عليها، خصوصا العشاء والفجر، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. علينا أيها الأحبة الكرام أن نحافظ ونستمر طول السنة على حفاظ على صلاة العشاء مع الجماعة والفجر مع الجماعة. كذلك تعلمنا من رمضان هذا الشهر الفضيل أن نوثق العلاقة مع القرآن الكريم. المؤمن هو دائما يتعهد القرآن الكريم، لكنه في رمضان تعلمنا أننا نوطد العلاقة، نحرص على تلاوة القرآن الكريم وعلى تدبر أحكامه وعلى التفنن في أدائه. تعلمنا هذه النعمة الكبيرة، وهذا هذا 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 فضل كبير، وربنا عز وجل امتدح عباده المؤمنين الذين يحافظون على تلاوة القرآن الكريم بأنهم تجار مع الله، وتجارتهم رابحة، تجارتهم لن تبور. أعظم تجارة وهي أنك تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بأن تقرأ كلامه وتفهم معانيه وتعمل بأحكامه، كما قال جل شأنه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لطالما شجعنا على تلاوة القرآن العظيم، وأخبر بأنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، حتى إذا جاء العبد المؤمن بذنوب وبخطايا فإن القرآن الكريم يشفع له، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نداوم على تلاوة القرآن الكريم وألا نهجره، لأن للأسف هناك بعض الناس إذا انقضى رمضان جمعوا المصحف الشريف وقالوا: موعدنا إلى رمضان المقبل، وما الضامن أنني سوف أعيش إلى رمضان المقبل، لعل الله تعالى قد يقبض روحي قبل أن ندرك رمضان المقبل. فعلينا أن نحافظ على تلاوة القرآن الكريم في كل الأوقات، نستمر على هذه العادة الطيبة، نحن في نعمة، علينا أن نحافظ على هذه النعمة ونطلب من الله تعالى أن يعيننا. إذا شعرنا بتعب أو شعرنا بعياء نأخذ قسط من الراحة، ثم نستعين بالله: يا رب أعني على تلاوة كتابك العزيز، يا رب أعني على تعهده، يا رب أعني على فهمه، وأعني على العمل بأحكامه. ونخشى أن نكون من الذين هاجروه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ينبغي أن نهجر القرآن الكريم من غير رمضان، علينا أن نبقى دائما في اتصال مستمر معه. وتعلمنا كذلك أيها الأحباب الكرام في رمضان أننا كنا كثيري الدعاء والذكر والاستغفار، خصوصا بالأسحار: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه من صفة أهل الإيمان، أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. علينا أن نحافظ على الاستغفار في كل وقت وحين، علينا خصوصا بالسحر، يعني قبل الفجر نحافظ على هذه النعمة، تعلمناها في رمضان، كنا تقريبا يوميا شهر رمضان 30 يوما تمت كلها هكذا، علينا أن نحافظ ولو على حسب الاستطاعة، لأن سيدنا النبي رغب في ذلك وقال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تعلمنا أشياء كثيرة في رمضان ولله الحمد والنعمة، وعلينا أن نحافظ على هذه الخيرات وعلى هذه البركات. ولعل من الأمور تعلمناها أيضا وهي أننا كنا نواظب على حضور دروس العلم وحلقات الذكر وتعلم أمور الدين، تعلمنا الكثير
في هذا الشهر الفضيل كانت عموم الناس كان عندهم رغبة في التفقه في الدين والسؤال عن أحكام الشريعة، وهذا كله من النعم ربنا عز وجل أمرنا أن نواظب عليها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. علينا أن نحافظ على تعليم الأمور الدينية وتعلمها وسماع الدروس وحلقات الذكر، وهذا كله فيه أجر وثواب كريم. ربنا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهذه النعمة أيضا علينا أن لا نقتصر فقط على رمضان لتعلم الأمور الدينية، يابد أن تكون عندنا سويعات في اليوم لدراسة أمور الدين، نقرأ المصحف الشريف، الحديث النبوي، كتب الفقه، نقرأ المؤلفات التي وضعها العلماء، الكتب الإسلامية، نزور المواقع، مواقع التواصل على المنصات في وغيرها. كل هذا في خير عظيم، لأن طلب العلم كما قال النبي الكريم فريضة على كل مسلم. وكان يقول سيدنا النبي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. الدنيا كلها بما فيها من نعيم وفيها من بريق وشهوات وملذات ومصالح، قال عنها ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله، الذي يعمر قلبه بذكر الله وما ولاه، ما ولا ذكر الله من الأعمال الصالحة، أو عالما أو متعلما. إما أن تكون عالم تعلم الناس، أو متعلم تأخذ ممن هو أحسن منك علما. فعلينا أن نحافظ على هذه الخاصية، طلب العلم في كل شهور السنة. كذلك تعلمنا من رمضان نعمة أخرى، وهي أن الناس كانوا يسعون للمشاركة في الأعمال الخيرية وخدمة المسلمين. فرأينا الحمد لله حركة دؤوبة من طرف جمعيات المجتمع المدني وأهل الفضل وأهل الخير، اللي قاموا بعمل كبير من الصدقات، إما قفة رمضان التي كانت توزع بالمئات بل بالآلاف على الأسر المعوزة والفقيرة، ورأينا موائد الإفطار التي أقيمت هنا وهناك في الخيام قاموا بها أهل الخير وأهل الفضل، ورأينا الناس يوزعون كسوة العيد، ورأينا الناس يؤدون الزكوات والصدقات والإعانات، خير كثير. وهذه النعمة هذه علينا أن نحافظ عليها، لأن فيها أجر وثواب كبير. كان سيدنا النبي يرغب فيها فيقول: على كل مسلم صدقة، يعني ماشي غير في رمضان، في كل أيام السنة على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. فالمسلم ينبغي أن يستمر على هذا الحال. وسيدنا النبي علمنا بأن كلنا مهيئ، الأغنياء الذين عندهم الأموال يعطون من صدقاتهم، والذي ليس عنده مال يعمل ويكسب ثم ينفع نفسه ويتصدق بما كسب، فإن لم يجد ما عندهش المال يعين ذا الحاجة الملهوف. إنسان ملهوف، إنسان عنده حاجة ويحتاج إلى من يساعده، يعينه بكلمة طيبة، يعينه بحمل يحمل معه ويذهب معه يسأل معه. فإن لم يجد فليعمل بالمعروف، يعني إنسان ما هو معروف بين الناس ديال الخير يعمل به، واللي ما لقى ما يدير ليمسك عن الشر. اللي ما لقى ما يدير يمسك عن الشر، هذه صدقة له، هذه صدقة لك. إذا أمسكت عن الشر مرة نفسك تقول لك: يا فلان افعل كذا، أو لسانك يكون غضوبا يقول قل هذه الكلام، فتمسك لسانك وتمسك نفسك، هذه لك صدقة. فتعلمنا في رمضان أننا نقوم بالحسنات والصدقات مع أهل الخير وأهل الفضل، وعليها أن لا تبقى محتكرة فقط في رمضان، أن نبقى في كل يوم في كل شهور السنة. لأن سيدنا النبي قال: كل سلمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فقالوا: يا رسول الله ما عندناش القدرة هذه. قال: تعدل بين اثنين صدقة،
تعديل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فالصدقات هي في الأصل هي المال الذي يعطيه الأغنياء للفقراء، لكن من ليس له مال ممكن يعطي الصدقة بأشياء أخرى بأعمال صالحة. تعديل بين اثنين متخاصمين كتصلح بيناتهم صدقة. إنسان عنده تقل هز الدابة ديالو وكتساعده باش تهز معاه صدقة. كلمة طيبة تقولها وسط واحد الجمع مبارك هذه صدقة. تمشي للصلاة غادي من المسجد إلى المسجد هذه صدقة. تميط الأذى عن الطريق هذه صدقة. كل صدقات. حتى قال النبي الكريم: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ما تعلمناه من رمضان، وهذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الأمة، أننا نكون أناس فينا قيم فينا مبادئ، نخاف الله تعالى، نستشعر مراقبته، ونحب الخير للجميع، ونقدم يد المساعدة على قدر ما نستطيع، ولا نبخل على أحد، ونقول كلمة طيبة، ونميط الأذى عن الطريق، وغيرها من الأمور. وهذه الأشياء التي تعلمناها في رمضان، خصوصا أن الإنسان يحفظ اللسان والجوارح، لأننا لما نخالط بعضنا بعضا الاحتكاك بين الزوج وزوجتي في البيت قد يؤدي إلى نوع أحيانا ربما إبليس يتدخل. الاحتكاك بين الأولاد أطفال، الاحتكاك بين الجيران، الاحتكاك مع زملاء العمل، الاحتكاك في الشارع العام في الأسواق، هذا الاحتكاك عادة يؤدي إلى نوع من النرفزة القلق. والإنسان كيقوم هنا تعلمنا من رمضان أننا نحافظ على اللسان، نمسك لساننا وبقية الجوارح. هذا ما تعلمناه من في رمضان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت. هذه النعمة ديال اللسان هي السبب، إما أنها تخلي الحياة جميلة طيبة مباركة، وإما تخلي الحياة كلها متاعب وكلها مشاكل. اللسان مهم نحفظه، وقد تعلمنا في رمضان أننا كنا نربط لساننا بذكر الله، نربطه بتلاوة القرآن. الآن ربما قد تأتينا بعض الرغبات وإبليس على أن نستحضر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحفظ ألسنتنا. ثم تعلمنا من رمضان أننا نجاهد أنفسنا، ربينا أنفسنا على الطاعة. في رمضان كان شعور بأن كل واحد فينا كان مجاهدا، الجهاد الحقيقي، الجهاد الأكبر، جهاد النفس، كلنا كنا مجاهدين، رجال ونساء وكبار وصغار. هذه المجاهدة ينبغي أن نحافظ عليها، هذه الممارسة المستمرة نحافظ عليها. ربنا عز وجل قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الإنسان يسعى إلى ابتغاء مرضات الله، كيقاوم نفسه. يا ما قاومنا أنفسنا، يا ما جاهدنا أنفسنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الصفة ديال الجهاد النفسي نحافظ عليها دائما بعد رمضان، لأنها غتكون خير كبير وكبير جدا. ثم أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه المناسبة أننا تعلمنا من ما تعلمناه هو ذقنا حلاوة العبادة، ذقنا حلاوة العبادة في رمضان. هذه الحلاوة هي لم نكن نصوم ولا نصلي ولا نقرأ القرآن ولا نفعل الخير يعني كرها، كنا نفعله حلاوة. يعني هذه نعمة من علامات المؤمن، هو أنه يسر ويسعد بحسنته، علينا أن نحافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءت سيئته فذلك مؤمن. هذه الأمور اللي كنقوموا بها ماشي بالإجبار، ماشي بالقوة، كنفعلوها وإحنا فرحانين لأن عبودية لله، ربنا أمرنا بها وإحنا سعداء أننا نقوموا بها،
وإذا تعبنا كنقول يا ربنا أعنا واجعلنا نذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الأعمال الصالحة. وإذا تعبنا نطلب من الله أن الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نصبر، نصبر ونصابر، نصبر ونصابر. طبعا لا يمكن أننا غنبقوا في نفس المستوى الكبير للإيمان اللي كنا فيه في رمضان، لأن في رمضان كانت الأجواء هي مهيئة. إذا أقبل رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجان، ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. هذه الأجواء هذه هي كنا غير في رمضان، فصعب جدا أننا نحقق نفس المستوى الإيماني واليقيني في بقية شهور رمضان. ولكن يعني خير الأعمال ما قل ودام، ما قل ودام. سيدنا النبي كان يقول لنا يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. نداوم على الأعمال الصالحة خصوصا وإحنا على أبواب، إحنا في شوال، نصوم 6 أيام من شوال اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر. ماذا سوف نستفيد من كل هذا أيها الأحباب الكرام؟ الذي سوف نستفيده هو أن المشاكل التي يعانيونها الناس، البشر من طبعه أنه دائما يشتكي، عنده مشاكل، إما أمراض نفسية، أمراض صحية، إما عنده فقر، إما عنده ديون، إما خلافات عائلية، إما أنه عنده رغبة في تحصيل بعض المتاع الدنيوي ولكن لا يصل إلى أغراضه. هذه الأمور كلها ممكن أننا ما نشعروش بها، يعني غتشعود أيها المؤمن كتشعر بأنك في أريحية وبأنك في نعمة شاملة، يعني ما أعطاك الله القليل يعني الرضا بالقليل، تشعر بالرضا، الله يجعل البركة، حمدناك يا رب وشكرناك، داكشي اللي عندنا كافينا وزيادة، الله يجعل البركة، كتشعر بهذه النعمة. وتشوف بأن الدنيا هي تأتي إليك عوض أنك أن تتبعها، لأن في الحديث ماذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هكذا هي الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأفاضل، نجدد الترحاب بكم، يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-006 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بالجميع. نبدأ أول مكالمة من إقليم طنجة، معنا للا فدوى. السلام عليكم عمي قريبة، لاباس؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي قريبة لاباس عليك، داري الوليدات مولات الدار؟ الحمد لله بنتي فدوى، الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك. مبروك عليك هذه العيد عمي قريبان. بارك الله فيك بنتي، الله يطول عمرك. عمي قريبان، انا مع خويا زياد شجره امل اللي مكفوفين. اييه. عندي واحد سؤال و عندي طلب الى جات على خاطرك. مرحبا بنتي باذن الله. عمي قريبان، مثلا اللي كيظلم واحد اخر كيزيد عليه مثلا الكذب، شنو هو الجزاء ديالو في الدنيا وفي الاخره؟ اعوذ بالله. تظلمت بزاف عمي قريبان، ولكن الله يهديهم، الله يهدي شي الناس، المهم بلا ما نذكر سميتهم، والله يهديهم، طلب ربي يهديهم. يا ربي يا ربي يا كريم. تظلمت بزاف عمي قريبان، وانا مريضه بصراحه ومكفوفه ما كنشوفش. لا حول ولا قوه الا بالله. كنطلب ربي يهديهم هاد الناس عليا.
اش بغاو عندك هاد الناس هادو؟ انت مضروره وانت مريضه وفقدت البصر، اش بغاو عندك؟ مجرد سؤال عمي كريبان، ماشي مشكل. انا كنشك اخويا زواد وكان كنطلب من المستمعين يدخلوا علينا في شجره امل المكفوفين، انا والاخت ديالي بجوج بينا ما كنشوفوش. لا اله الا الله. انا في شجره امل المكفوفين والاخت ديالي مع شجره الهلال للمكفوفين. الله يحفظكم جميعا. عمي كريبان انا مصابه بسرطان. اييه عندي تحاليل تكاليف كبيره بزاف، ويعني الحمد لله كنطلب ربي يعطينا القوه يعطينا باش نواجهوا هذا المرض هذا. الحمد يا لله يا ربي. كنطلب منك اخويا عمي كريبان تدعي مع الوالده ديالي موفيه، ماتت توفات العام اللي فات في شهر 3 في شهر شعبان اللي فات. الله يرحمها بسكينه. لا اله الا الله. امين. الله يرحم جميع الموتى المسلمين. وكنطلب منك عمي كريبان سمع التليفونات البصمه، انا بيدي ما كرهتش شي تليفون البصمه، يعني الطبيب يدي الطبيب يدو الطبيب ديالك يقول لي لا عندك التليفون البصمه نقدر نصيفط لك التحاليل ديالك نصيفطهم له ليلو هو. يعني انا عندي بزاف ديال الاطباء، انا كنمشي هنا من طنجه وكنمشي للرباط، يعني دابا هذا كيصيفطني عند هذا ماشي غير واحد. دابا كان عندي في الرحم اول مره كان عندي في الرحم من مر داك الشيء، يعني كان عندي غير الكونتروم من بعد ما تت الوالده ديالي تهشرني في الكبده وفي القواط. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الحمد لله. الله يشافيك بنتي، الله يشافيك يا رب. امين. عمي كريبان تعاي معايا، الله يقويني والله يقويني على هاد الناس هادو، الله يهديهم عليا. كنطلب ربي يهديهم عليا هاد الناس هادو، كنطلب منهم الهدايه. اللهم امين بنتي، اللهم امين بنتي، بارك الله فيك يا ربي، الله يحفظك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بنتي فدوى، قلوبنا معك. لا يخفى على الجميع بان الظلم هو من الكبائر التي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، والحق عز وجل علمنا بأنه هو بذاته العلية حرم الظلم على نفسه الله تعالى، رغم أنه رب العالمين وأنه لا يحكمه شيء، هو الحاكم على كل شيء، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، فقال جل جلاله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أخطر الأعمال السيئة بعد الشرك بالله هو الظلم، ظلم الناس، ظلم خصوصا ظلم الوليات. مرأة كتكون مستضعفة، مرأة ما عندهاش القوة، لأن الرجال كيبقوا دائما أقوياء، قد يظلم ولكن يتحمل وربما قد يقاوم، والنساء والمستضعفين في الأرض ظلمهم هذا أشد عذابا يوم القيامة والعياذ بالله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والظالم والعياذ بالله يعني لا يمكن أن يفلت من عقاب الله، الظالم لا يمكن، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، قد ربما قد يتركه الله على حاله فيظلم مرة الأولى والثانية والثالثة فيطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولكن إذا أخذه الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. احنا كنعرفوا في القرآن العظيم ربي حكى لنا قصص ديال عدد ديال الأقوام وديال الشخصيات اللي كانوا طغاة وكانوا ظالمين في التاريخ، وكيف كانت عاقبتهم، عاقبتهم والعياذ بالله إلى الدمار والخراب. لعل النموذج الأبرز هو فرعون، يعني هذا أكبر ظالم في الوجود. فرعون تفرعن وكان يظلم ولا يخشى المحاسبة، ولكن ما مصيره؟ مصيره أنه غرق، وربي عز وجل إلى يومنا هذا حافظ جثته لتبقى عبرة للمعتبرين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأنه كان ظالما. الظلم صعب جدا، والإنسان إذا خير بين أن يكون ظالما أو يكون مظلوما، اللهم تكون مظلوم ما تكون ظالم، لأن المظلوم الله تعالى ينظر إليه بعطف ويقول له لأنصرنك ولو بعد حين، لكن الظالم إذا أخذه الله تعالى لم يفلته وأخذه أخذ عزيز مقتدر، ويوم القيامة
يعض الظالم على يديه يوم القيامة. يوصف الله عز وجل كيف أن الظالمين غادي يبقى ربي عز وجل غادي يحاسبهم، غادي يعض يديه، يقول يا ويلته، لأن كاين هناك المحاكم في يوم القيامة، المحاكم الأولى ديال الدماء اللي ظلم بقتل النفس، ثم المحاكم الثانية ديال الفروج اللي هو يتعدى على الأعراض وتعدى على القيم، والمحاكم الثالثة ديال الأموال اللي سرق أموال الناس ونهبها، والمحاكم الرابعة والخامسة، عدة محاكم بحال الغرف، غرف ديال الجنايات وديال الجناح، هكذا يوم القيامة ولله المثل الأعلى، والظالم يحاسب والعياذ بالله. لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ويحاسب عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه وعن علمه إلى آخر الحديث المعروف. لهذا كان يقول حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا. فبنتي كان فدوى، أنت اللي غنوصيك به أنك اصبري وصابري. ربنا عز وجل أمرنا أننا نقاوم هذا الظلم بالكلمة الطيبة، نقاومه بالاحتساب. أي نعم، إذا كان ظالم ظالم وكان واحد آخر أقوى منه، كيقول العلماء الكبر على أهل الكبر عبادة. يعني الظالم إذا كان ما يوقفه إلا واحد الإنسان قوي يفعل، هذا من سنة المدافعة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هناك المدافعة. لا نترك الظالم يظلم. هل من بينكم رجل رشيد، رجل عاقل، رجل قوي، رجل عنده كلمة وعنده شخصية يوقف هذا الظالم عن ظلمه؟ إذا كان موجود غنكون سعداء به. لكن إذا كان الظلم بالعائلة، إذا كان الظلم بالأزواج، يعني ماذا نفعل؟ هنا ما نحتاج إلى قوي يتدخل لكي يكف الظالم عن ظلمه. خصنا نطفي الغضب وخصنا نستعمل الصبر، لأن إذا درنا المقاومة كنكون بمن يصب الزيت على النار فيضرم النيران والعياذ بالله. أحسن طريقة لمقاومة الظلم إذا كان وسط العائلة أو وسط أقارب أو وسط ناس مؤمنين، المؤمن والمؤمنات، أحسن طريقة فيما بينهم لمقاومة الظلم هو الصبر. الصبر ثم الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واندعوا لك الظالم بالهداية، لأنه غرته نفسه بالهداية، لأنه يبقى غادي هكذا راه غادي الهلاك. وحنا ما نبغوا ليه الهلاك، نبغوا ليه بأنه ينتبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي فدوى، الله يفرج عليك، الله يكون لك ولي ونصير، اللهم تعالى يعلي الدرجات ديالك، والله يشافيك، الله يشافيك من الأمراض، الله يشافيك من الأسقام، الله يشافيك من العلل. ونطلب الله تعالى يرحم الوالدة، اللهم تعالى يرحمها برحمته الواسعة، ويسكن فسيح الجنات، ويجعلها في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين. والله يعاونك على الزمان، أنت والأخت ديالك اللي هي مكفوفة، ربي اللي قدر هذا قدر الله، قسمة ونصيب، وربنا معنا. لا نظن أن الله غائب عنا، الله معنا ينظر، هو الذي قسم الأرزاق، هو الذي أعطى لكل منا نصيبه، وهو ناظر ماذا تصنعون. نسأل الله تعالى أن يحفظك بنتي فدوى. بخصوص الهاتف النقال، نعم بنتي إن شاء الله إلى قدر الله، لأن الأصل هذا الهواتف النقالة كنا احنا درنا غير قبل رمضان، لأن كانوا بعض المكفوفين قالوا بغي يحفظ القرآن الكريم ومعلوش القدرة على حفظ القرآن الكريم، فكانت غير مبادرة شخصية. كنت أنا هذا العبد الضعيف وبعد معي بعض الأحبة جمعنا واحد البركة وشرينا مجموعة من الهواتف النقالة ورسلناها لبعض الأعيان من هؤلاء المكفوفين اللي هم في وضعية ديال الفقر الشديد جدا في عدة مدن، تاونات، في الحسيمة، في الشاوان، في سوق الأرباع، في المحمدية، في بنقرير، في الخميسات، في ترودان، تدو واحد مجموعة ديال المدن بلا ما نذكر الأسماء ديال الأشخاص، راه ما كيسمعوا فيها عارفينهم. درنا غير من باب تحفيظ القرآن الكريمية، وغير مجهود فردي، غير احنا بعضياتنا جمعنا واحد البركة ورسلنا هذا الهواتف النقالة باش يحفظوا فيها القرآن الكريم. ولكن من بعد لقينا بأن الطلبة ديالنا كثار، عدد المكفوفين كثار بزاف، نطلبوا الله تعالى يفتح بالشباب، وإن شاء الله بنتي وربي إلى قدرنا إن شاء الله نرسل لك الهاتف حتى للدار عندك بإذن الله. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، وصبري يا بنتي فدوى، صبري، راه الله معك ولن يخيبك. وأنا بقنا عقلة بنتي فدوى، كنت واحد فترة كانت الوالدة كتوصيني واحد الوصية، كنت اشتغلت في واحد القطاع اللي فيه السلطة كبيرة،
وكان بامكاني نمشي في ميدان ديال السلطه بدرجه كبيره. وكانت الوالده كتوصيني كتقول لي شوف اولي نوصيك واحد الوصيه، كتقول لي الا كنتي ظالم ولا مظلوم اش تختار؟ كنبقى نشوف كتقول لي نوصيك ونعاود نوصيك، كون مظلوم ما تكون ظالم، كون مظلوم ما تكون ظالم. وسبحان الله العظيم نعمه كبيره، يا ما تعرضنا للظلم في الحياه وقاومنا الظلم بالصبر والاحتساب. وسبحانك يا جليل، سبحانك ما اعظم شانك. ربنا عز وجل يتدخل بقوته وعزته وجلاله فيمنعك من الظلم. وسبحان الله العظيم ربنا يسخر لك افضل وانبل واعلى مقام من الخلق يجعلهم في خدمتك. سبحانك ما اعظم شانك. هذه يا بنتي هذه بالتجربه يا ما ظلمنا يا ما تعرضنا للمضايقه، ولكن بماذا نقاوم؟ الوصيه كتوصيني الوالده الله يرحمها كتقول لي اصبر، كن مظلوم ما تكونش ظالم. وكان بامكاني نمشي في القوه ديال الظلم واحد القوه مفرطه، ولكن قلت اعوذ بالله لن افعل، بل اتخلى عن ذاك الشيء كله نتخلى عليه ونبعد منه. وبقينا في ميدان طلب العلم وميدان المعرفه وميدان الخدمه، وهذا هو اعظم نعمه اكرمنا بها الله تعالى حتى يقبض ارواحنا ونرحل اليه وهو عنا راض غير غضبان. الله يحفظك بنتي فدوى، الله يعلي الدرجات ديالك، والله يعوض عليك خيرا. اللهم امين، اللهم امين يا اكرم الاكرمين. ونتحول ايها الاحبه الكرام من طنجه الى اسفي، معنا ام محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عمي كريبان، كي داير بخير؟ أهلا بنتي، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله عمي، كي داير صحيحتك بخير؟ بارك الله فيك بنتي، واقيلا أنت البنية ديال أم محمد. أه؟ أنت بنت أم الشريفة كتواصل معنا دائما من أسفي أم محمد. أنت البنية ديالها. جوج كاينة أم محمد واحدة أخرى. مشرفين هذا الصوت جاني ماشي وقت، ربما هي عندها شي بنيات مره كتبنت كتكلم معنا. مرحبا بنتي، مرحبا، اهلا وسهلا بك. صافك عمي بغيتك تداعي معايا وتداعي عليا مع وليداتي، عندي واحد المشاكل عائليه ما سبب ما بغيت يسر لي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كنعاني من واحد المشاكل والحمد لله الحمد لله. اللهم تعالى يفرج عليك بنتي، الله يفرج عليك، الله يفرج عليك. لا اله الا الله. ديما عمي قريبا كنحلم كناكل في الليل شي حاجه كناكلها ديما. واش ماكله طيبه ولا سيئه؟ انقطع الخط مع ديره بنتي ام محمد، لان تفسير الاحلام هو غير وارد داخل البرنامج مع ديره بنتي. اسمحي لنا، الله يطول عمرك ويحفظك. هو اللي كيشوف في المنام بانه ياكل شيئا حسب طبيعه الطعام، اذا كان طعاما طيبا معنى أن الله تعالى سوف يعطيه الصحة والعافية. اللي شاف في المنام أنه يأكل طعاما طيبا أو يلبس لباسا حسنا، هذا معناه أن ربي عز وجل غادي يعطيه صحة وعافية جيدة، وغادي يعطيه حظوة بين الخلق، ويأتي بالرزق من حيث لا يدري، بمعنى تفتح له الدنيا، تفتح له الدنيا بالقبول مع الخلق وبالصحة والعافية في بدنه. أما من رأى في المنام أنه يأكل طعاما نيئا كطعاما خبيثا أو يلبس لباسا خبيثا، معناه الله يسترنا ويستركم، هذه أمراض وأسقام تحل بالبدن أو كروب وشدائد تصيب الإنسان في حياته وتجعله بين الناس، يعني مقامه ليس ولا بد. وكل الرؤى المنامية خير، لأن لشفناها رؤية طيبة كنفرحوا وكنسعدوا ونستبشر خيرا ونزيد في العمل، ولا شفنا رؤيا سيئة مخيفة كنعرفوا بأن هناك خطر قادم والله تعالى ينبهك. هذه الرؤية المنامية هي جرس تنبيه، هي ماشي واقع سوف يقع، هي جرس تنبيه، يعني ربي عز وجل يقول لك يا فلان أو يا فلان انتبه، هناك قدر قادم عليك أن تستعد له. بماذا أواجه القدر إذا كان جيني؟ القدر لا جاء ما كيتغير نهائيا، لا ينفع حضر مع قدر، لكن اللي كيغلب القدر ما هو الدعاء والاستغفار والصدقات، هذا القدر كيوقف كيتم جاي القدر. دابا القدر ديال غدا راه مكتوب، اللي غادي يوقع غدا ان شاء الله راه تكتب وتبرمج، ودابا راه جاي في الطريق، جاي من الملكوت العلوي، جاي من عالم الملكوت الى عالم الملك. احنا الان في عالم الملك، والقدر كيطبخ وكيتصب في عالم الملكوت، فين ملائكة الرحمن كيكتبوه كل يوم
كيكتبوا القدر ديال داك اليوم. راه جاي دابا الان هذه الليله ملي غنعسوا الجثه ديالنا فوق السرير والارواح ديالنا غتصعد الى بارئها والارواح غتشوف القدر راه جاي في السماء. حنا غنخافوا من القدر اللي هو سيء، القدر اللي فيه شده، فيه امراض، فيه كروب، فيه مشاكل. انا غنواجهه. باش غنواجهه؟ غنواجهه اولا بالدعاء. يا ربي اكتب لي مكاتب الخير، يا ربي اصرف عني السوء، يا ربي اصرف عني الشر. اواجهه بالدعاء. الدعاء مخ العباده، لا يرد القدر الا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اواجهه بالاستغفار، لان ذاك القدر اللي هو فيه شده وفي سوء لعله بسبب ذنوبي، لعله بسبب غفلتي، لأنه بسبب تفريطي، فأنا أواجهه بالاستغفار. غنبدأ دابا بالاستغفار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الاستغفار كيواجه القدر، ما كيخليش يوصل ليا. ثم أواجهه بالصدقة. الصدقة دائما الإنسان يكون عنده واحد الفائض ديال الصدقات، ندير الصدقة وندوز كتبقى عندي ستوك، كيبقى عندي واحد الفائض ملي كيكون عندي القدر اللي هو فيه الشدة، هذيك الصدقة تحميني. فهذه كل أعمال البر كتحمي مولاها. فبنتي أم محمد نطلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك. الإنسان ملي كيكون هكذا مهموم وعنده كروب، يعني كيحاول ما أمكن أنه يرفع الكروب. باش غنرفعوها؟ دائما كنرفعوا هذه الكروب ان الانسان وسجود واقترب. احنا كنا ملي كنشعروا بالضعف وكنشعروا بالشده وكيغلبنا الزمان، ملي كيغلبنا الزمان كل واحد فينا راه عنده مشاكله، ولا احد منا هو خالي من ذلك. حتى الانبياء والمرسلين والاولياء المقربين، حتى الملوك والرؤساء والامراء والسفراء، راه الى قربتي من الدائره ديالهم راه الله يحسن عوانهم، راه عندهم من المشاكل والهموم على قدر ما اعطاهم الله من النعم. راه هكذا البشر كلش بحال سواسية، على قدر ما اعطاك الله من النعم، على قدر ما اعطاك الله من الهم والكرب، كل شيء بحال الوزراء والأمراء والسفراء. الإنسان ملي كيتصب الهموم أش كيدير؟ اللي هو يا غافل كتلقى كيبدي يشكي، يا أنا وقع ليا، أنا طرا ليا، هز لافتات ويغوتو. ولكن اللي هو يا عنده نعمة الإيمان واليقين، ملي كيوقع لنا الهم أش كنديرو؟ أفزع إلى الله، أفزع إلى مالك الملك. أش غنمشي ندير عند الخلق أنا؟ أش غيفيدني هذا الخلق؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، ما عنده قوة، ما عنده قدرة على التغيير، ما عنده قدرة على الإصلاح، ما عنده قدرة على البشر بحالنا بحال حتى هو ضعيف. راه تقترب منهم دوك الكبار، تقترب منهم راه حتى هما مساكن راه ضعفاء، حتى هما راه عندهم من الهم والغم ما الله به عليم. وأنا كنقول لكم هذا الكلام لأنني فعلا ربي عز وجل وضعني واحد شي فترات قرب هؤلاء الناس اللي هما كبراء، وضعني أمامهم ودخلت المحيط ديالهم وشفت وبانوا لي مساكن حتى هما الله يحسن عوانهم، را تشفق عليهم على قدر ما عندهم من النعم والحظوة، على قدر ما عندهم من الشدائد والكروب. احنا دوك اللي عندهم القدرة المالية والنعم الدنيا بسيطة، احنا دوك الضعفاء راه كيعطينا الله تعالى، احنا هذا الشيء قليل ديال الكروب والمشاكل عندنا ضعيفة قليلة، على قدر النعم اللي عطانا قليلة، على قدر ذاك الكروب والمشاكل تاهي قليلة. اما كلما زاد الانسان في ماله وحضوته وسلطانه كلما زادت مشاكله وهمومه. فالمؤمن ملي كتجي هذه الكروب اش كيدير؟ تفر الى الله. هذا هو احسن طريق. يكذب عليكم الكذاب، راه اللي شاف الحياه وجال وصال وسافر وخالط الناس، يعني الحكمه البالغه هي هذه، خذوها مني جزاكم الله الف خيرا، والله راه حكمه تكتب بماء الذهب. ملي تكون عندك شي مشكله كبيره، عندك واحد الكرب، عندك الفقر، عندك الديون، عندك الأبواب أغلقت، عندك الأمراض مستعصية، عندك الخلافات العائلية، خلافات زوجية، عندك عصيان ديال وليداتك، عندك طعونات، الناس يطعنونك من الخلف، يتكلموا فيك بالسوء، عندك أعداء، هادشي كله حل واحد، واحد فقط، والله وبالله وتالله أقسم غير حانت،
تفر إلى الله، خلى عليك هادشي كله، طلق الدنيا كلها بما فيها، ما تسوق لتا حاجة، شتي الدماغ المخ اللي فيه الفكر وفيه العقل وفيه المدارك عطله. نعم أنا أقول لك وأعلم ما أقول، عطل المدارك العقلية والمنطقية والتفكيرية وفر إلى الله، فر إلى الله. سير توضأ واحد الوضوء خاشع، والبس واحد اللباس يكون طاهر، واستقبل القبلة وقل الله أكبر، الله أكبر من الدنيا ومشاكلها وهمومها ومن الثروات ومن القوانين ومن شر المخلوقات، الله أكبر. ونصلي ركعتين خاشعتين لله الواحد القهار، وأنا أركع ثم أسجد بما أقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وحينما أسجد إلى خالقي أقول يا ربي لقد سجد لك عقلي وفكري ومخي وعظمي وشحمي وعرقي، يا ربي سجدت لك يا رحمن يا رحيم وأنت رب العالمين. ونقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ونقولها نقولها نقولها وغتشوف سبحانك يا جليل ما الذي سوف يقع. والله وبالله وتالله الله تعالى يعطيك من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الدنيا قبل الآخرة. والله بالتجربة الله تعالى غادي ترفع راسك، غدز واحد المدة قليلة يذهب الله عنك الأذى، يذهب الله عنك الأحزان، يشافيك ربك من الأمراض، ياتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري، يصرف عنك الله السوء ويلاقيك بأطيب خلقه. الله تعالى ينتقي لك الخلق اللي غتعاشر معهم، أطيبهم وأجلهم وأفضلهم وأكرمهم كيجعلهم في المحيط ديالك، واللي في السوء الله يصرفه عنك، وهذه بالتجربة. فأسأل الله الكريم لأم محمد الله يفرج عنك الهم، الله ينفس عليك الكرب، الله يقضي لك الحوائج. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونتحول أيها الأحبة الكرام من أسفي وغمشو إلى إقليم المحمدية، معنا للا زاهرة. ألو السلام عليكم عم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير عم الحاج بخير صحيح لاباس؟ كدير مريم صالح الحمد لله بنتي الوليدات. الله يحفظك يا بنتي الله يحفظك ويرعاك، بقيت انتوما كيبقى الوالد ديالك كيبقى العائلة. يا عم الحاج شوية الله يسول فك الخير والرباح، والله يرحم الوالدين على هذا المجهود اللي كتبدل معانا، وكنشكرك على الأذن الصاغية لمشاكلنا وديما كتستقبلنا بواحد صدر رحب، الله يجعل لك في ميزان حسناتك ويجازيك علينا احسن الجزاء ان شاء الله يا ربي. العفو بنتي الله يحفظك ويرعاك بنتي بارك الله فيك. الله عمي الحاج بغيتك تدعي معايا ومع الوالده هي عيانه، يلا دينا اليوم الطبيب عيانه شويه. وبالنسبه للوالده عمي الحاج باقي كنا لا اله الا الله بدي غير داك الشيء اللي من القنيرات وداك الشيء بداو لنا كنديروا الحصص ديال الشيمي والبوله باش نبداو نحدو المرض ما ينتشرش، دينا الدوسي ديالو للسبيطار وداك الشيء يلا دخلناه قالوا لنا مليون ونص، اما غتخلصوا اما تهزوا الدوسي ديالكم وسيروا. جرات الوالده طلبتهم ما خلات كما دارت معاهم زوجت فيهم ما بغاوش عمي الحاج، شلت عينا وهزينا الدوسي ديالو رجعنا للدار اللهم لك الحمد. ودابا جالس في الدار ديالكم؟ جالس عمي الحاج وربي شاهد عليا الا ما عرفتي هذيك الجامعه والله الا ما قالوا لنا مليون ونص عمي الحاج ما كاينش منين غتجيبها مليون ونص عمي الحاج شكون غادي يعطيها لك؟ صافي رجعنا الدوسي ورجعنا للدار. كان كيشرب غير ثاني ديال الحريق باش يكالمي علي ما لقيناش عمي الحاج، والحمد لله اللهم لك الحمد عمي الحاج وربي تفكرنا في هاد العواشر اللهم لك الحمد ولك الشكر. وعمي الحاج بغيت تكدا معايا ومعاه وبغينا الشفاء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى عمي الحاج طبيب ما كتسنى لتا شي واحد، طبيب ما والطلاويط ديال السبيطارات ما كنتمناو حتى شي واحد، ودعا معنا عمي الحاج
والناس عام الحاج ديال شجرة أمان راه كلهم كيسلموا عليك، ونتمنوا من الإخوان والمشاهدين والسادة المستمعين يدخلوا عندنا ويدعمونا ويكتبوا قناة شجرة أمان للمكفوفين، وكنشكروا كاع المحسنين وكاع الناس اللي القلب ديالهم كيحن على هاد الناس وكيتساعدوا معاهم، الله يجعلها في ميزان حسناتهم. وعمي الحاج بغيتك تنصحني بشي دعاء ديال تفريج الكروبات أو شيء آية، حيت واحد الحالة كنعيشوها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعمي الحاج إذا سمحتي بغيت نقرأ لك شي بارك باش ما نطولش. أيها بنتي أيها بنتي نتبركوا بها، احنا القرآن الكريم هو شفاء، والقرآن الكريم هو كلام الله، من اللي كيتقرأ ربي كيفتح به أبواب تيسير. تفضل بنتي تفضل، خصوصا إلى قرأ المؤمن اللي هو مهموم ومكسور، ومع ذلك كيقرأ كلام الله ربي عز وجل يباهي به الملائكة ويقول بعزتي وجلالي لأستجيبن لك ولو بعد حين. الله يحفظك عمي حاجاتك صحيحتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفريتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين فرجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو الحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. شكرا بزاف عمي الحاج اسمح لي طول. صدق الله بارك الله فيك بنتي. شكرا لك شكرا شكرا لك بنتي زهيرة. شكرا لك على هذه القراءة الطيبة، وحنا كنفرحوا بزاف ملي كنسمعوا هاد البنيات هاد الشابات الفاقدات للبصر حفظوا القرآن الكريم. زهيرة كانت من الوحيدات اللي ايضا استفدوا من هاد الهاتف النقال، وكان الغرض من الهاتف النقال هو حفظ القرآن. غير باش نوضح للأحبة الكرام، كان الهدف من هاتف النقال اللي بعض الأحبة جمعنا شي بركة ووزعنا عليهم هاد الهواتف، الغرض منه هو حفظ القرآن الكريم. وحنا ملي كنسمعوا هؤلاء الى الشباب والشابات كيعرضوا لنا القرآن كنفرحوا، كنعتبروا بأن يعني المسألة وصلت إلى أهدافها، ونتمنى إن شاء الله هذا الخير يعمم على الجميع على قدر الاستطاعة. كنشكرك بنتي زهيرة. وهذه الصورة اللي قريتي لنا صورة الواقعة، كنعاود نأكد الأحباب الكرام راه اللي عنده الفقر، اللي كيشتكي من الديون، اللي كيشتكي من الحاجة، اللي أرجوكم ثم أرجوكم اقرأوا صورة الواقعة بالليل. أيها الأحبة الكرام، هذه أكثر من 20 سنة وكنكرر هذه القضية هذه، والله عمر الفقر موقف علينا، عمر الفقر موقف، وقد تغلق جميع الأبواب، سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخير. والله بالله هاد الصورة هذه
غتقراها باليقين وغتشوف عمرك ما غتمد يدك، عمرك ما غتكون يدك هي السفلى بالاستعطاء، غتكون يدك هي العليا بالعطاء، غادي يفتح لك الله ابواب الرزق. اياكم ثم اياكم ايها الاحبه الكرام تشعروا بالخوف. وكاين بعض الفيديوهات دابا الان كيروجوا في مواقع التواصل الاجتماعي، كنسمع بعض النشطاء كيفاش كيتكلموا، كيعطونا واحد الصوره مخيفه عن المستقبل. كيقول لك بان داكشي اللي جاي كله مخيف، كيقول لك بان غيكون الفقر، الدولار غادي يوقع لي كذا، العمله الروسيه غادي تدخل بقوه، التضخم غادي يزيد، الفقر غادي كذا، الجفاف جاي قدام، الروبيني ما يبقاش يقطر فيه الماء، البطاله غتزداد، الاسعار غتلتهب اكثر، الحرب العالميه الثالثه غتجي. كيعطوك واحد الصوره مخيفه، وكيعطوا الصوره خصوصا للعالم العربي والعالم الاسلامي بان القيم الاسلاميه اللي عندنا فهمناها فهما معكوسا ورجع بنا الى الوراء. لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا كنتابع هاد الناس هادو كيضرني راسي، كنسمع هذه افكار كلها مغلوطه، افكار مغلوطه. الحق ايها الاحباب الكرام، والحق يعلو ولا يعلى عليه، ان الخير في المستقبل، ان اللي جاي عندنا الحمد لله الخير، كل الخير. ما رأيناه في رمضان من عبادة ديال المؤمنين، من الصلاة ديالهم، من قيام الليل، من المسابقة والمسارعة في الخيرات، هذا كله فيه تأكيد بأن الخير إلى الأمام. الخير اللي غادي يجينا في المستقبل غادي يكون أفضل بكثير مما رأيناه في السنوات الماضية. اللي غادي يكون في المستقبل غادي يكون الأمن والأمان والسلم والسلام، ربي غادي يفرضه. وخا كاين هناك قوة الرعب اللي كاينة في العالم اللي كدير الخوف وكدير الحروب وكدير الدمار، هذه كلها ربنا سوف يسكتها. الله تعالى اللي من اسمه السلام، وخلق دار السلام، وجعل تحيتهم في الدنيا والآخرة السلام، ربي غيفرض السلام، يكون غير السلم والسلام، هذيك الحرب كلها غتسالي، والخير غادي يجي كثير، الأسعار غتنقص، والوفرة غتزيد، والأوضاع غتحسن. هالشي اللي كاين بإذن الله الواحد الأحد، كاين تطمين. هذا كلام أقوله لكم أيها الأحباب الكرام ليس من باب الديماغوجية ودغدغ به عواطف الناس، هذا مبني على قراءة يقينية. كاين هناك اللي كيقرا قراءات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية، كيشوف مثلا الوضع ديال الدولار فين وصل، الوضع ديال الاورو فين وصل، التدخل ديال روسيا كيفاش غيتدخل في النظام العالمي، كيفاش توازن الرعب، كيفاش التكتلات الجديدة، ولادة عالم جديد، غادي يمشي النظام الامريكي القديم وغيجي نظام جديد، تدخل الصيني، واحد التحليلات اقتصادية كتقراها وكيبنيو عليها احكام مستقبلية. انا لا اؤمن بها، كنا أستأنس بها، ولكنني أصدم ملي كنلقى النتائج اللي كيعطيوها كارثية، كتقول الخوف وكتقول بأن يكون الرعب وغادي يكون القلة ويكون الوضع أسوأ، وخصوصا اللي كيهضروا على القيم الدينية وعلى الفهم السيء للقرآن والسنة والفكر الإسلامي والعقلية الإسلامية. أتأسف لكل هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، أقول لكم حسب ما علمني ربي وحسب ما رأيت، وهذا أمر ماشي جديد، يعني واحد 30 سنة وحنا في هذا الميدان ودراسات معمقة مع حملة الدكتوراه في عدة مجالات، أقول لكم بأن المستقبل إن شاء الله تعالى سوف يكون أفضل وأفضل وأفضل. وإلا كانت شي أزمة كنقولوا اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي وغيوقع الفرج. الأخت زهيرة تحدث لنا على واحد الوضع مأساوي ديال الوالد ديالها، الوالد ديالها اللي هو يا مريض، كانت حكتنا من قبل عندهم أحكام بالإفراغ وعندهم كذا كذا، ودخلنا على قدر ما نستطيع مع شي أحباب، ولكن المشكل اللي كان عندها واللي عند واحد المجموعة، وهذا كنحاول ننبه له، مجموعة من الطبقة الشعبية من أفراد هذه البلاد العزيزة، كانت عندهم التغطية الصحية ديال الرميد وكانوا مستفيدين. واحد العدد ديال الناس كانوا كيجوا عندنا الإذاعة وكيتصلوا بينا بالنهار وكيحكوا لنا مشاكلهم، كانوا مستفيدين الحمد لله. الرميد كان قاضي غرضه، كان الإنسان كيمرض كيمشي للمستشفى العمومي كيتسنى واحد شوية، كيعطوا شوية الوقت كيتسنى، ولكن قاضي الغرض. اليوم مع هذا النظام الجديد ديال الحماية الاجتماعية، راه واحد المجموعة ديال الناس ما بقاش عندهم استفادة، كيقول لي بأن السيستم ما قبلكش، ملي كيجمعوا لي النقط على حسب الممتلكات اللي عنده ولا حسب المداخل اللي عنده، كيقول لي النقط عندك عالية انت لا تستفيد، الحاسوب وليك تتكلم،
الاخت زاهره وعدد من الناس اللي هما كيتواصلوا معنا دائما، هي الاخت بشرى من الدار البيضاء اللي عندها سرطان، واحد الناس عندهم دياليز، واحد عدد ديال الناس كانوا كيمشيو يستافدوا امور غاديه مزيان. الان كيقول لك بغيت الحل، انا عبد ربي كنحاول بحكم الاتصالات كنتواصل مع الناس اما في العملات ولا في الجماعات ولا المقاطعات، وبعض المرات كنضطر نمشي حتى للوزاره كنسول شي واحد من مسؤول تما الله يجازيك بخير بعض المعارف هنا وهناك، كيقول لك اسمح لنا المساله مرتبطه بالسيستم، السيستم هو فيه هاد الارقام وهادشي اللي هادشي السيستم عندنا ما نديرو معاه. انا كنحاول من هاد المنبر كنوجه واحد النداء للقائمين على هذا البلد الامين، وكنعرف واحد المجموعه منهم ناس يعني راه ظرفاء وكرماء واخيار وابرار، ما نصوروهمش الصوره ديال اهل الشر حاشا وكلا، كنقول الصدق لا احابي احد ولا اجامل احد، ولكن الصدق ناس اللي هما رفيعي المقام واصحاب القرار في هذا البلد واللي ربما كيوقع عليهم هجوم كثير، راه فعلا ظرفاء وكرماء وخصهم غير واحد الجرعه ديال الشجاعه والروح للقيام ببعض الاصلاحات الجوهريه. حسنا لابد أننا هالطبقات الشعبية نختار لهم واحد الحلول تكون جدرية وسريعة، والقضية سهلة، يعني كنديروا واحد نوع ديال التوازنات المالية. عندنا واحد القطاع كنعطوا واحد الغلاف مالي ضخم جدا، وهو غير للترفيه أو ليس من ضروريات، وعندنا قطاعات أخرى هي ضرورية جدا. وحدنا عندنا في الشريعة الإسلامية كما علمنا ربنا في القرآن العظيم عندنا الطبقة الأولى ديال الضروريات نحافظ عليها أولا ولا نتجاوزها حتى نستكملها، ثم فوقها كاين الطبقة الثانية ديال الحاجيات تيتي احنا لابد نؤكد عليها ولا نتجاوزها الى الكماليات حتى نستكملها. ثلاث طبقات: الضروريات، الحاجيات، وفوقها الكماليات. احنا مثلا في النظام المغربي ديالنا عندنا في التوازنات الاقتصاديه عندنا واحد الدائره ديال الكماليات، مجموعه قطاعات لا اسميها كيعرفوها الجميع، قطاعات هي غير منتجه، قطاعات فيها شويه الرفاهيه وشويه ديال البريستيج. ارجوكم ايها القائمون على الوضع يعني نقلص من هذه الميزانيه هنا وغندخو الفائض ديالها في القطاعات اللي هي ضروريه. ما هي القطاعات الضروريه؟ اولها وقبل كل شيء قطاع الصحه. قطاع الصحه يعني البلاد خصو قبل ما يتفكر من اي حاجه الصحه هي الاولى، الصحه اولا وقبل كل شيء. ثم بعد ذلك الحاجه الثانيه بعد الصحه شنو هي؟ كنا كنقولوا التعليم، ماشي التعليم والتاني، التغذيه. التغذيه دابا الناس ولاو مضاربين مع لقمه العيش، التغذيه والخير راه موجود، راه كاين غير اللوبيات كيتلاعبوا بالنظام الغذائي والاقتصادي، الله يغفر لنا ولهم الله يهديهم. هاد اللوبيات كنقولوا لهم غنجمعوا الاموال اش غنديروا بها، هاد الاموال جمعناها راه ما غتكونش لصالحنا. ربنا عز وجل كيقول لنا ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هاد اللوبيات اللي كيتحكموا في الاقتصاد يعني راه خاصهم غير واحد الموعظه حسنه، انا على يقين بانهم راه فيهم الايمان وفيهم الصلاح وانهم غير المنافسه اللي هي غير شريفه، كيف اكون اكثر ثراء في العالم. هذا الثقافه ديال المسارعه للاقتصاد للثراء كان من الامكان ديروا الثقافه ديال ندير الحسن اكثر، المسابقه للحسنات، راه ممكن، راه الخير راه موجود، راه المال موجود والخير موجود خصنا غير واحد التوازنات. وهاد الناس احسن طريقه للاصلاح راه هي غرس نعمه الايمان. الاغنياء ملي كيسمعوا بان ربي عز وجل وعدهم بالخير وبالبركه وبالعطاء على قدر ما اعطوا وعلى قدر ما اسدوا من خيرات، راه خير كثير. راه قال لك يوم القيامه العبد المؤمن كيدخل باب الجنه كيلقى جبال كجبال مكه وتهامه من الحسنات، يقول يا ربي هذا هلك، يقول يا ربي ان لي هذا، يقول لي تصدقت في الدنيا واعطيت للفقراء والمساكين ونميتها لك كما ينمي احدكم فلوه او فصيله حتى تصير مثل الجبل. راه نعمه كبيره. ربما الأغنياء ديالنا ربما كاين ثقافة ديال جمع الأموال واكتنازها وربما بعتوها إلى الأبنك العالمية السويسرية وغيرها. أحسن بنك، أحسن بنك نخبئ فيه أموالنا وهو بنك الله،
وهو حينما نعطي للفقراء والمساكين ونوسع عليهم نخزن أموالنا في بنك الله، وربنا سبحانه وتعالى ينميها لنا، والخير موجود، غنعيشوا حنا ويعيشوا كلهم وغنفرحوا. عرفتي واحد الفرحة، واحد النعمة ديال السعادة ديال العطاء ملي كتعطي للآخرين وكترسم البسمة على وجوههم. هادشي كله راه ميسر بأمر الله تعالى. كنلتمس من القائمين في هاد البلاد الأمين أن هاد التغطية الصحية أن يعودوا النظر فيها، الحماية الاجتماعية. واحد عدد كتير ديال الناس راه مرض، أنا كنبلغ أش كيقولوا لنا أنه ملي كيمشي للسبيطار وكيطلبوا منه واحد القدر كبير ديال المال ما كيقدرش يجمع هذاك القدر، وكيرجع داك المريض ويسلم أمره إلى الله. وحنا لا يليق بنا في بلد الإسلام وبلد الإيمان وبلد الخير، راه عندنا الخير كثير 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 بزاف، خصنا لابد نعيد النظر في هذه السياسات، نديروا سياسة اجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه، يريد حماية اجتماعية تكون شاملة وتكون فاعلة وتكون لفائدة أبناء الشعب كلهم، في انتظار أن ربنا عز وجل يلهم هؤلاء المسؤولين الرشاد ويلهمهم حسن التدبير ويوفقهم في المهام المناطة بهم. في انتظار ذلك احنا أيها الأحباب الكرام رعدنا باب لا يغلق، باب الله عز وجل. ارفعوا أكفكم أكف الضراعة إلى الباري ونقول يا رب إنك أنت الطبيب وإنك أنت المعالج وإنك أنت الغني وإنك أنت الحنان المنان. يا رب شافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، يا رب بحق قولك وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شافي عبادك المؤمنين من كل داء وكل سقم وكل علة. اللهم أمين يا رب. ولله ظاهرة سولتيني واحد الذكر نستعملو ملي كتفيض بك المشاكل تفيض بك الهموم، اشنو هو الذكر اللي ممكن نستعملو؟ والله يا بنتي لقد سألت عن عظيم. هذا أيها الأحباب الكرام اسمعوا جميعا كلكم تستفيدون منه. وهذا الذكر يا رب ما شاء الله كم جربناه، كتعيش في خضم الأحداث الأمواج المتلاطمة وكتقول واحد الذكر وتسير في رحمة الله وفي كرم الله وفي جود الله وفي فضل الله. واحد الذكر عظيم، ما هو هذا الذكر؟ اسم من أسماء الله، اللطيف اللطيف اللطيف. الله لطيف بعباده، نبقاو نقولوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر، اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر. والله وبالله وتالله أيها الأحباب، يا ما ربنا عز وجل جعل نعيش في وضعية مع ناس عندهم مشاكل في المحاكم، مشاكل في الأمن، مشاكل كبيرة ضخمة 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 ضخمة، وديك اللحظة يعني كتبان السيناريوهات كلها الأبواب مغلقة. والله السيناريوهات أبواب مغلقة، يعني الدمار والخراب والهلاك والفناء. ولكن قول لهم لا ما تفكروش هكذا، الله موجود. غنبقاو نقولوا جميعا هذا الاسم، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر، اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر. سبحانك يا جليل، سبحانك ما أعظم شأنك، كل شيء يتغير إلى الأحسن. كتشعر داك الغضب ينطفئ، والنفوس اللي كانت ضيقة كتنشرح، والرزق ديال الله تعالى يتهاطل من هنا وهنا وهناك، رزق وفير. وكتشوف ديك الصحة اللي كانت مريضة كتنتعش يا رب، وكذوك الوجوه اللي كانت عبوسا قمطريرة تستبشر، والابتسامات الطيبة، وكتلقى الحياة كلها كتزين وكتلبس لباسا جميلا ولونا قشيبا. يا سلام، هذا الاسم العظيم أيها الأحباب الكرام. والله لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ديما نقول هذا الاسم، نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر، اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر. وكان اللطفية، كان واحد الأنشودة أنشودة جميلة كتسمى اللطفية، كانوا أهل الله كيقروها في الأزمات، كانوا وضعوها بعض الشعراء الناظمين من أهل الله ولحنوها وكيغنوها كسموها اللطفية، كينشدوها بها، وربي سبحانه وتعالى يأتي بالفرج، كيصبح وكيفتح، يعني ما تحزن ما تخمم ما تفكر، لا أزمة اقتصادية ولا أزمة صحية ولا أزمة نفسية ولا أزمة قانونية، يعني كل الأشغال اللي كتقوم بها الأدوار دي الحكومة، ربك عز وجل هو الحاكم
وهو المدبر وهو المسير وهو الميسر وهو على كل شيء قدير. فاللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جات بالمقادير. اللهم يا لطيف احفظ هذا البلد الأمين واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق يا لطيف سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين يا رحمن الرحيم لما فيه مصلحة البلاد والعباد. وارزقه يا أكرم الأكرمين البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا لطيف يا لطيف ألطف بنا فيما جات بالمقادير. قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام حفظكم الله ورعاكم الله وأسعدكم الله. لعل كل واحد منا له نصيب من النعم وأيضا له نصيب أيضا واسع من الهموم والكروب. هي الدنيا هكذا ربنا عز وجل قسم بين العباد يوم لك ويوم عليك. لكن أيها الأحباب الكرام ربنا منحنا مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج، قوة إذا استعملناها تكون الحياة كلها طيبة، ندفع بها البلاء وندفع بها السوء ويحقق لنا بها ربنا الرجاء، وهي نعمة الدعاء. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في ختام هذه الحلقة، كل واحد منا له هم أو غم أو مشكلة في الحياة واستعصى الأمر أن يجد لها حلا مناسبا، تعالوا بنا نجد الحل بالدعاء. وخير الدعاء أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتعالوا بنا ونقول سبحانك يا رحيم، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم يا مبدع الورى هبنا يقينا يقين الهم والكرب والعنى. اللهم يا قدوس قدس من الهوى نفوسنا. اللهم يا غفار اغفر ذنوبنا. اللهم يا قهار اقهر من ظلمنا. اللهم يا جبار بدد عدونا. اللهم يا رزاق وسع أرزاقنا. اللهم يا مقيت هبنا قوت يومنا. اللهم يا عليم بالعلم نور قلوبنا. اللهم يا نور نور ظاهرنا وسرنا. اللهم يا هادي قوم طريقنا. اللهم يا معز بالزهد والتقوى أعزنا. اللهم يا مذل بالصفو ذلل نفوسنا. اللهم يا حليم بالحلم خلق نفوسنا. اللهم يا قوي قوي عزمنا. اللهم يا رقيب اعف عنا وعافنا. اللهم يا مجيب يسر أمورنا. اللهم يا وكيل توكلنا عليك فاكفنا. اللهم يا صمد لا تكن لأنفسنا. اللهم يا نافع انفعنا بأنوار ديننا. اللهم يا قادر خلص من الغير سرنا. اللهم يا محيي بذكرك احيي قلوبنا. اللهم يا مميت على التوحيد والإسلام قدر موتنا. اللهم يا باعث ابعث على خير حال وارض عنا وارضنا. اللهم يا سميع اسمع دعاءنا. اللهم يا بصير بصرنا بعيوبنا. اللهم يا بارئ ابرأ من كل نقص نفوسنا. اللهم يا بر لا تمنع إحسانا بعصياننا. اللهم يا عفو اعف عنا وعافنا. اللهم يا لطيف ألطف بنا وبأحبابنا. اللهم يا رؤوف ارأف بنا وبإخواننا. اللهم يا لطيف ألطف بنا وبأحبابنا. اللهم يا رؤوف ارأف بنا وبإخواننا. اللهم يا تواب جد بتوبة تمحو بها عظائم جرمنا. اللهم يا شكور بالشكر أنعم علينا تفضلا. اللهم يا واحد فرج كربنا وغمنا. اللهم يا مانع امنع كل كرب يهمنا. اللهم يا مؤمن ثبت إيماننا. اللهم يا جليل أنت ملاذنا. اللهم يا غني عن غيرك اغننا.
اللهم يا عزيز جد بعز وقونا، اللهم يا متكبر فيك كبر شؤوننا، اللهم يا واجد أنت الغني فاغننا، اللهم يا ماجد شرف بمجدك قدرنا، اللهم يا رافع ارفع لنا ذكرنا، اللهم يا خافض اخفض لنا القلوب تحبنا، اللهم يا جامع اجمع عليك قلوبنا، اللهم يا واسع وسع لنا العلم والعطاء، اللهم يا رشيد ارشدنا الى طريق الثنى، اللهم يا شهيد اشهدنا علاك بجمعنا، اللهم يا اول يا اخر انت في الكل حسبنا، اللهم يا ظاهر يا باطن بالغيب لا زلت محسنا، يا ولي يا حميد ليس لك الا الثنى، اللهم يا علي يا كبير تعاليت عن وصفنا، اللهم بأسمائك الحسنى دعوناك سيدنا، تقبل دعاءنا واستجب لنا، اللهم يا معين بك استعنا فأعنا، وبك استغنينا فأغننا، وعليك توكلنا فاكفنا، اللهم يا مالك أمرتنا فلم نأتمر، وزجرتنا فلم نزدجر، فهذا مقام العائد بك، اجعل هوانا في طاعتك، وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إننا ببابك المستعيدون، ببابك العبيد، ببابك الأذلاء، ببابك المساكين، ببابك المهمومين، ببابك يا فارج كل كرب، المستغيثون ببابك، يا غيات المستغيثين، ضيوفك ببابك يا رب العالمين، عصاتك ببابك يا طالب المستغفرين، المقرون ببابك يا غافرا للمذنبين، المعترفون ببابك يا أرحم الراحمين، الخاطئون ببابك يا رب العالمين، أنت الغافر ونحن المسيئين، فهل يرحم المسيئين الغافر، اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وخلقنا بخلق سيدنا محمد، وأدبنا بأدب سيدنا محمد، وأحينا وأمتنا على دين سيدنا محمد، وابعثنا تحت لواء سيدنا محمد، واسقنا من حوض سيدنا محمد، وشفع فينا سيدنا محمد، اللهم كما جمعتنا وأحبابنا في هذه الإدعاء في هذا اليوم المبارك السعيد، اجمعنا معهم قريبا في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة، وفوق جبل عرفة، وفي منى ومزدلفة، واجمعنا معهم يوم القيامة في الفردوس الأعلى، بجوار سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الغر الميامين من الأنصار والمهاجرين، مع الذين آمنوا به واتبعوه من الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم، آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.